بعد ما انضموا لنا دلوقتي حالا اربع نجمات كبار منهم كابتن الفريق، وهنرحب بيهم في الفقره الثانيه. كابتن دينا عمرو مساء الخير. كابتن خالد ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. تمام الحمد لله. جاهزه؟ طبعا. منار ايهاب مساء الخير. مساء النور. مبروك. الله يبارك في حضرتك. مش هقول الاسم الارهولي، خلي بالك وانا كويس. ملك شاهين ازيك؟ ملك هشام. ملك هشام انا اسف، معلش انا اسف. ملك هشام الف مبروك. الله يبارك. كابتن هبه عبد الرحمن مبروك. الله يبارك حضرتك. هنبدا باصغر لعيبه عندنا. كابتن ملك هشام اول سنه مع فرقه كسبانه وانضمام وسط نجمات وكوكبه كبيره من نجمات النادي الاهلي. الحمد لله. تعملي ايه بقى؟ تقولي ايه؟ دخلتي ازاي؟ هو الحمد لله انا في الاول دي اول سنه ليا 18، وبعدين كانت اول سنه السنه دي اتصعد فيرست تيم. وفي اول سنه الحمد لله يعني ربنا كرمني وكده، وكابتن ايهاب كان دايما بيدعمني. وهو سبب في كل حاجه، كان دايما بواثق فيا، وهو اللي خلاني في الاخر العب في الفاينلز. كل فاينلز كنت بلعب فيها في اول خمسه. فهو الحمد لله يعني حاجه حلوه قوي. هسالك سؤال بصراحه، انا لما كنت اصغر واحد شيل الكور، شيل الايس بوكس. شيل الايس بوكس صح؟ كنا كلنا احنا صغيرين صح كده. قولي لي بيعملوا فيك ايه؟ لا والله لا هو انا كنت متخيل حاجه تانية خالص. بس هو شيل الايس بوكس دي موجوده، بس غير كده يعني هم لا بحبهم كلهم صحابي يعني. مين اللي بيضايقك فيهم؟ لا ما فيش والله. مش قادره تتكلمي كابتن الفرقه؟ لا والله والله. اسمعي كلام، انا عارف. كابتن دينا قولي لي ايه بقى تعملوا معاها ايه؟ لا والله ولا اي حاجه يعني، بنلعبها يعني بنعملها كانها لعيبه زيها زينا خالص، ما فيش اي فرق. هي بتتعلم مننا، وفي نفس الوقت هي بتفهم الدنيا لسه ماشيه ازاي. اكيد. فطبعا هي بالنسبه لها دي اول سنه، ولسه قدامها العمر طويل طبعا. فطبعا هي جايه في توقيت الصراحه ممتاز، يعني مش سهل ان هي تطلع طبعا، فعلا تلاقي الدنيا كويسه قوي كده، وكمان ما شاء الله جايه على بطولات، فوش السعد يعني. نقول لك مبروك، نقول لك كل سنه طيبه. حضرتك طيب. مظبوط. دي حقيقه. مش عايز كام سنه؟ كام سنه ما عنديش مشكله. لا خالص. ليه خالص 25. لا 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 خالص، ده انت اصغر كتير. لكن اكيد كابتن الفرقه بيكون عليه ضغط معين مختلف عن اللعيبه، عنده خبره اكتر، اقدم في الملعب، في مواقف بتبقى تتطلب انت تلمي الفريق بتاعك، تعملي ايه في المواقف دي وتقول لهم ايه؟ هو ده في اغلب الوقت طبعا بيبقى موجود، سواء مثلا مع اصابات، سواء مع افراد في الفرقه متضايقه، سواء في حاجات خارجيه مؤثره على اللعيبه في التمارين او ماتشاتك، كل ده. فطبعا الموضوع ده ما بيبقاش سهل خالص، خصوصا برده لو في خساره لا قدر الله، الموضوع بيبقى اصعب برده. فحقيقي الموضوع ككابتنة الفرقه دي فعلا هي مش حاجه سهله ابدا خالص في النادي الاهلي بالذات. بالظبط، في النادي الاهلي تعليق مسؤوليه جامده جدا جدا عكس اي حته تانية. ناس الجمهور طبعا اول حاجه بيبقى يعني محملك عبء ومسؤوليه كبيره جدا. اكيد. فالصراحه يعني انك تبقى كابتن فرقه في النادي الاهلي دي عمرها ما كانت حاجه سهله ابدا خالص. حاجه صعبه بالنسبه لك؟ بس الحمد لله انا مع الوقت يعني، انا تقريبا دي خامس سنه. فموضوع خلاص في الاول كان اكيد صعب جدا، بس مع الوقت الحمد لله ومع الخبره، واكيد كنت بشوف الكباتن فرقه اللي قبلي وبشوف من نوادي تانية والكلام ده كله. لحقتي مين الكباتن الكبار النجمات الكبار؟ طبعا كابتن رانيا عادل. تمام. انا اللي طلعت عليها طبعا. بس اكيد كان في ناس تانية، مش شرط ان انت تكون كابتن فرقه عشان انت تكون قائد، في تصرفات هي اللي بتبين لك انا بتعلم الاحسن. فموضوع بسيط، مش محتاج. الموضوع بسيط بالظبط. كابتن هبه اكيد في مباريات صعبه جدا. ايوه اكيد. عديت عليكم لسه، مش هجيب سيره كابتن ايهاب دلوقتي، بس خلينا الاول في الماتشات الصعبه. جميل عادي. طيب خلينا في الماتشات الصعبه. ايه الماتش الصعب اللي انت كان من وجهه نظرك الفرقه فيها شد وجذب جوه الملعب؟ هو انا يعني مش قصه غرور النادي الاهلي، بس فعلا انا بحس ان احنا الحمد لله عندنا ثقه وعندنا حماس رهيب وروح قويه جدا ان احنا نكسب اي فرقه ايا كان. يعني احنا حتى في البطوله العربيه لما كان بنلعب هميت من اخر ماتش، كنا مدركين ان لبنان فرقه قويه جدا، واحنا يعني معاها محترفه كمان قويه جدا بتعرف الدبليو ان بي اي، بس احنا برضو كنا في يقين ان احنا هنكسب. فالحمد لله احنا اي ماتش صعب بنبقى جاهزين له نفسيا وكل حاجه، بس في نفس الوقت لا احنا بنقدر نعمل كل حاجه يعني. خلينا نتكلم الكلام المظبوط، بتجهزوا بعض نفسي ازاي؟ بتقولوا ايه لبعض جوه الاوضه المغلقه زي ما بيقولوا؟ طبعا ده اول حاجه كابتن ايهاب طبعا بيجهزنا، وكابتن دينا طبعا بتجهزنا. يعني كابتن ايهاب بيلمنا قبل كل ماتش، يتكلم معانا ويكلم كل واحده فينا حتى لوحدها، يقول لها ايه اللي عليكي وايه اللي المفروض تعمليه.
فده طبعا بيجهز الواحد نفسيا جدا. وطبعا بعد كده دينا تيجي تكلمنا وتعمل لنا، يعني احنا الحمد لله كلنا مع بعض حتى كويسين يعني. حتى ممكن مش دينا، ممكن حد يبقى في نفس البوزيشن بتاعي يجي يتكلم معايا يقول لي لا انت اعملي كذا، انت عندك دي ميزه فيها اعمليها، ركزي فيها. لا احنا بنشجع بعض الحمد لله، كلكم تيم ورك واحد. دي حقيقه جدا. منار الوافد الجديد في النادي الاهلي اتكلمنا فيه كتير، لكن بقيتي لعيبه في النادي الاهلي بعد بطولتين ثلاث بطولات، الشعور ايه؟ اختلف اكيد عن ما كنتي داخله النادي الاهلي. طبعا هو انا مش حاسه ان انا غريبه يعني، حاسه انها في فرقتي. ويعني بطوله المرتبط بالذات دي كانت حاجه كويسه قوي ليا، اول كاس اخده، وبطوله المنطقه برضو، بطوله عربيه لبنان كانوا كويسين بس احنا عملنا اللي علينا. وحاسه باختلاف طبعا في النادي الاهلي، يعني هم فرقه بطوله فعلا. عرفت يعني ايه فرقه بطوله لما لعبت معاهم جوه النادي الاهلي؟ طبعا الموضوع بقى مختلف، واديكوا روح وحماس، وشجعوك ازاي، ساعدوك ازاي لعيبه النادي الاهلي؟ يعني انا كنت خايفه في الاول طبعا عشان فرقه جديده وانا هاجي ممكن العب مكان حد، بس ما حسيتش كده خالص. كلهم بيشجعوني، كلهم عايزيني كويسه. فده فعلا وصلنا ان احنا ناخد البطوله، ان احنا كلنا بنحب بعض. ما حسيتش انها غريبه خالص يعني. دي حقيقه طبعا. دينا في شعور جوه الفرقه حاسه من الكباتن اللي قبل كده ودلوقتي ان انتوا مش فارق مين يلعب؟ دي حقيقه طبعا. الحمد لله احنا عندناش فرق، لان كابتن ايهاب دايما بيحط الظروف ان ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. يعني ما عندوش خمسه اساسيين، في نوادي تانية بتعتمد على انها بتلعب بستة وسبع لعيبه بس، فعشان كده لو مثلا حد اتصاب من عندهم كده بيحصل عندهم دروب جامد جدا. بس احنا الحمد لله الى حد ما، حد كبير جدا، لما حد بينزل مكان حد تاني ما بقاش في اي فرق، وكلنا بنعوض بعض. حاجه كويسه جدا، ومش سهل ان انت تلاقيها في اي فرقه. مش سهل خالص. قولي لي التعامل ازاي مع الفرق التانية؟ سبورتنج فريق كبير، وفي نجمات كبار، اكيد بتتعاملوا ازاي قبل ماتشات سبورتنج بالذات؟ هو اولا هو مفيش حاجه اسمها ماتش سهل وماتش صعب. احنا الماتشات السهله او الماتشات الكويسه هي دي اللي بتوصلنا للصعب، وهي دي اللي بتوصلنا للفاينلز. فانت لازم تدي كل ماتش حقه علشان تقدر توصل للفاينل. فده كده كده فيرست ستيب بنعمل. فلو حضرتك بتتكلم على ماتشات سبورتنج، هي اكيد طبعا تبقى حاجه خاصه جدا، ليها الاعداد النفسي بتاعها والبدني والتدريب وكل حاجه. كابتن ايهاب وكابتن جاد وكابتن عمرو صابر السنه دي، لا الصراحه بيقوموا بشغل عالي جدا، بيتكلموا في كل واحده مميزاتها ايه، ويعني لازم تحسن من ايه، لازم تاخد بالها من ايه. الديفنس بتاعنا مثلا في ماتش سبورتنج هنلعب كذا كذا كذا، انت دورك كذا، انت المفروض تنزلي تعملي كذا. فالحمد لله يعني لو حضرتك بتسأل على ماتشات سبورتنج، فهو ده بيبقى الجوب بتاعها في الاوقات دي. كابتن ايهاب فعلا كل قبل الماتش لازم نقعد نتفرج على الفيديوهات، خصوصا ان السنه دي برضو اول سنه كنا نلعب سبورتنج في المرتبط، فما كناش عندنا فكره هم السنه دي ايه الجديد عندهم. حاولنا الحمد لله جبنا ماتشات ليهم هم لعبوها السنه دي، اتفرجنا عليها، كل واحده عرفت هي المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه، وصلحنا من اخطائنا كلها. والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتشين وقفلنا على الكي بلايرز بتاعهم كلهم. هايل. كابتن ملك هشام، اكيد اللعيب وهو طالع للدرجه الاولى بيكون عنده طموح، لكن احنا هنكبر الطموح شويه. والاحتراف، الاحتراف الخارجي سمه اي رياضي في مصر. عايزه تطلعي الاحتراف الخارجي؟ انا كنت عايزه اطلع في الاول، بس ما حسيتش ان في فرق كبير قوي، عشان انا كذا حد من صحابي سافر وهو صغير. انا في كذا اتنين من صحابي دلوقتي هناك، بس هما عثمان نوره طلعت وسلمى موفق بنت كابتن موفق. كويس. هما الاتنين مسافرين، هما يعني كلاعب وكده مرتاحين، بس غير كده مش مرتاحين. كمان احنا صغيرين فمش عارفين ان احنا نوسع السوسايتي بتاعتنا قوي بره الباسكت، وانا كده كده اصحابنا كلهم هنا، فاطلع هناك مش هبقى عارفه قوي اسوشيالايز مع الناس اللي هناك. فمش حاسه يعني، ممكن كمان شويه بس مش دلوقتي. سمه الاحتراف ان انت تشوفي اجواء مختلفه. ده طبيعي. فيعني هنفضل قاعدين في مصر ولا نعمل ايه؟ لان الباسكت هيتطور في افريقيا يعني. لسه هنتكلم. اتفضلي. لا هو انا ممكن افكر في الموضوع ده، بس مش من دلوقتي يعني. من دلوقتي لسه مثلا هلعب مثلا فيرست تيم هنا ان شاء الله سنتين او ثلاثه، بعد كده ممكن ابدا افكر في الموضوع ده. عشان ما يبقاش مره واحده كده طفره، مره واحده من وانا صغيره لا اطلع بره على طول. لازم الاول اعرف اللي فوقيه واللي فوقيه لغايه ما اوصل لاعلى حاجه، بعد كده اعرف. هاي المنار بتضحكي. حكي قولي لي الاحتراف. هي اصغر لعيبه لازم اسالها اسئله كتيره، لكن الاحتراف وجود محترفات في الدوري المصري افاد؟ طبعا. زاد؟ طبعا. بيفيد ايه؟ لعيبه واحده واحنا عندنا ما شاء الله بطلات قدامي. يعني هو بيبقى يعني عندنا ماريا دي المحترفه بتاعتنا، هي بتفرق يعني. احنا كويسين جدا، عندنا بيفيتات كويسه جدا في الفرقه طبعا، بس هي بتفرق يعني. هو اللعب بره بيبقى مش زي هنا، مش مصر خالص. فهي كمان في الدوري المصري مفيده جدا يعني، في ماتشين سبورتنج وفي كل الماتشات ما شاء الله بتعرف كويس. هي اكيد مفيده، لكن احنا لو كبرنا واحده
هنقدر نوصل بيها لمستوى احسن. ده رايي شخصيا، خلي بالك عشان كده بسالك. صح، ممكن تبقى احسن منها كمان. ممكن تبقى احسن منها. طيب احنا ازاي نقوي الدوري المصري؟ يعني انت من وجهه نظرك كلاعيبه كبير، كابتن كبير، ازاي نقوي الدوري المصري؟ انا عايز اوصل ان يكون عندنا افريقيا، نلعب افريقيا ونلعب افريقيا ونكسب افريقيا كبنات، لان انا شايف ان التارجت البنات في مصر عامه بصفه عامه في الالعاب الجماعيه موجود. فازاي نقدر نوصل للمرحله دي؟ هو احنا كسبنا افريقيا بس احنا بنكسب الصغيرين، لكن الفيرست تيم ما كسبناش خالص افريقيا. فاحنا لازم يكون في فتره اعداد قبليها، معسكرات بره، يبقى قبليها بمده، ما يبقاش قبليها على طول، عشان نقدر نعمل حاجه في افريقيا كويسه. هبه، هل الجواز وهل البنت لما بتكبر في مصر وهل طبيعه البنت المصريه هي اللي بتاثر ان احنا ما نكسبش افريقيا في المنتخبات الكبيره؟ لا انا مش حاسه، لا ما اظنش، يعني انا شايفه لا، يعني ما احنا عندنا ناس متجوزين في كل حته، يعني هاله اتجوزت وهي بتلعب ما شاء الله، وريكو سموحه متجوزه ومخلفه وبتلعب، في واحده في الجزيره برضو لعيبه مخلفه ومتجوزه كذا حد. طبيعه البنت المصريه قصدي. لا بس لا ما اعتقدش، يعني لا احنا يعني موجودين وبيلعبوا ومؤثرين جدا في الفرقه بتاعتهم، ما اظنش ان هي ليها علاقه. بس احنا عامه احنا عندنا فعلا يعني ناس انديفيديوال كويسين جدا جدا جدا. بس احنا عايزين بقى اللي هو يعني يبقى في تيم بقى، تيم. طيب مع تواجد المحترفات اللي بره، نادين السرعوه، واعتقد في كذا بنت محترفه من سبورتنج اعتقد او مظبوط، قولي لي التيم ده يحصل ونقدر نطلع لقدام ونقدر نكسب افريقيا؟ طبعا طبعا، لما كل الناس دي تتجمع، وميرال برضو اشرف مسافره، فلو كل دول اتجمعوا طبعا مع الناس اللي موجوده هنا، الناس الموجوده هنا برضو كويسين جدا جدا، ممكن يكون جالهم كذا حد فيهم فرصه ان احنا نسافر او حاجه بس ما جاتش الفرصه يعني. فلو كل دول فعلا احنا اتجمعنا، لا هتعمل فرقه كويسه جدا جدا يعني. شايفه من وجهه نظرك بخبرتك الكبيره في الباسكت، عندنا بنات يقدروا يقودوا مصر للمرحله اللي جايه لافريقيا؟ ان في فرق اكسام بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي رقم واحد وبالنسبه لمنتخب مصر رقم اثنين. طيب هو اولا بالنسبه للنادي الاهلي، احنا تقريبا عمرنا ما شاركنا في افريقيا، واحنا عندنا اصلا كده كده المبدا في النادي لازم تكسب دوري كده عشان تقدر تشارك وتقدر تدخل افريقيا. السنه دي دون اكسبشن احنا اصلا عندنا نادي ما بيقبلش ان هو يدخل بطولات عربيه عامه، او مش معترف بيها. بس هم شايفوا ان احنا الحمد لله عاملين اداء ونتيجه كويسه جدا، فسمحوا لنا ان احنا السنه دي ندخل البطوله العربيه، والحمد لله طبعا طلعنا بيها اداء مشرف بصراحه، شرف جدا، وحاولنا لحد اخر لحظه فعلا. بس طبعا يعني اختلاف الخبرات والعناصر مع الفرق الثانيه، فللاسف ما قدرناش ان احنا نحصد البطوله. ده بالنسبه للنادي الاهلي، بس هم اكيد طبعا طبعا ان شاء الله، لان الاولاد هم كده دلوقتي، الاولاد بقى لهم سنتين بيشتركوا في افريقيا، والسنه من سنتين اخذوا افريقيا في النادي الاهلي، والسنه دي برضه هم مشاركين فيها، فاكيد طبعا هم لما هيلاقونا كويسين باذن الله ان هم هيخلونا اكيد نشارك فيها طبعا، بعد ان شاء الله ما ناخد كاس ودوري باذن الله. يعني بالنسبه لمنتخب مصر بيبقى صعب لسبب احنا بعاد شويه، يعني فرق بره عندها كفاءه اكتر، عندها عناصر احسن بكتير، التدريب عامه البدني كل الكلام ده بيفرق، احنا للاسف مفتقدين الحاجات دي جدا. بس اكيد طبعا في يوم من الايام ممكن نوصل. يعني انت عارفه من سنتين كان في ايه؟ كنا كسبنا بطوله افريقيا في النادي الاهلي. انا لسه بقول لحضرتك، بذاكر شهر 12 من سنتين اولاد ده خدوها، فيرست تيم بتوعنا اخدوها، وهم السنه دي برده مشاركين فيها، وان شاء الله ياخدوها برده السنه دي بره مصر، جوه مصر هم قدها يعني. ان شاء الله يا رب، نتمنى ليكم ونتمنى للرجال باذن الله كل خير. ملك السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ كويسه الحمد لله. لا قولي لي، بقيتي نجمه كبيره، اختلف اكيد الموضوع معاكي لما بتعرفي في الدرجه الاولى غير ما بتكوني لسه لعيبه صغيره. لا هو كسوشيال ميديا مش حاساه اختلف، يعني انا اصلا ما اعرفش اي حاجه، يعني هي جنة الوحيده هي اللي ممكن تكون متوسعه في الموضوع ده، غير كده مش عارف. مش دعوه بالسوشيال ميديا خالص؟ مالكيش اي اكونت على اي حاجه؟ لا لا عندي، بس انا ماليش دعوه بقى، يعني ليا مع صحابي. لا لا جوه الباسكت بقى ماليش. اصحابك بس؟ اصحابك. منار السوشيال ميديا حاجه مهمه في مصر او حاجه مهمه في العالم، بتتعاملي ازاي معاها؟ لا ماليش في السوشيال ميديا برضو. اثنين هايل، يبقى انا جيت غلط. هنوصل عند ايه بقى؟ هنشوف هنوصل لفين في الاخر. قولي لي. ها
يعني احنا كنا بنتواصل كده كل شويه مع الالترس لما كنا في البطوله العربيه. الحمد لله يعني لا هم كانوا مبسوطين مننا جدا يعني في البطوله العربيه الحمد لله، ومتواصلين معانا لغايه دلوقتي يعني. انا حاسه ان هم الناس بقت تهتم اكتر بالفرقه بتاعتنا من ساعه البطوله العربيه جدا، بالذات الالترس يعني. الناس مهتمين جدا، مهتمين كل جماهير النادي الاهلي مهتميه بالموضوع، خلاص مهتميه وشايفين ان الدرجه الاولى سيدات نادي الاهلي. لا خلاص هقول لك حاجه، المكسب يجيب مكسب بالزبط. والمكسب يعلي الطموح بالظبط كده. مظبوط. هما شايفين، لا هما شايفين ان ده لا كيان هيوصل يعني، دول انتوا هتوصلوا يا رب توصلي اكتر. لا ان شاء الله بطولة عالم انديه ونوصل وكده. التحديات كبيره اكيد، لسه بطولتين طبعا ولسه في طموح ده اكيد، ومش سهله كمان، خصوصا ان الفرق بالزبط. التانيه بتدور على انها ازاي تقدر تاخد البطولتين الجايين كويس قوي. الناس مش ساكته وعمرها ما تسيب لنا البطولتين الجايين، بتكلم بالاخص طبعا فرقه سبورتنج. واكيد باقي الفرق، لانه حتى حضرتك عندك مثلا كاس مصر الخسران بره نوك اوت، احنا نوك اوت، فموضوع ما بيبقاش سهل خالص. الحمد لله احنا لسه كسبانين الجزيره من يومين، والدور احنا كده سيمي فاينل ان شاء الله. ف يا رب يا رب تبقى بطوله ثانيه في النادي الاهلي، وان شاء الله نكمل في الدوري كويس. خليك توعد الجمهور دلوقتي حالا هجيلك يا رب ان شاء الله. كابتن ايهاب الالفي بيتعامل معاك ازاي؟ تقولي له ايه؟ لا والله هو يعني بيتعامل معايا بجد بطريقه كويسه قوي، مش محسسني بفرق كبير قوي ما بيني وما بين بتوع الفيرست تيم، وما اظنش ان انا كنت اقدر ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي من غيره. هو كان دايما بيسبورت ليا، وكان دايما بيقول لي طول ما انت بتعملي كذا انت هتلعبي وما تخافيش ما تعمليش كهو. واقف بره وبيسمعك خلي بالك. لا لا والله لا والله والله هو كل حاجه بجد. بس مش كل كابتن ايهاب بيسمع كلامي، دول بيباصوا الكوره صدقيني. انا اهم حاجه دول بيباصوا الكوره صدقيني. لا لا والله هو لو هنتكلم على كابتن ايهاب، لا هو بجد عامل معايا شو يعني بجد ربنا يخليه. اكيد كابتن ايهاب الالفي بيقفش مدرب طبيعي جدا صح؟ طبعا. امتى بقى بيقفش ازاي؟ قولي لي يا منار. بيقفش طب قولي لي يا منار. لا يعني انا مش هو كابتن ايهاب بيقفش فعلا في وقت يعني مثلا في ماتش تمرينه مهمه قبل ماتش طبيعي يعني ان هو بيقفش، بس غير كده كابتن ايهاب بحسه اب لينا كلنا يعني مش لينا بس. ما تكبرهوش قوي. لا ما عنده بنت. هبه قالت لك بيقفش قولي يا هبه. ها يعني لا كابتن ايهاب والله يعني الحمد لله هو احسن حاجه في كابتن ايهاب الصراحه ان هو بيدعمنا كلنا يعني، ومش هو كابتن ايهاب برضو عايز بلس ان هو يكسب يخلي كل واحده في الفرقه شكلها كويس جدا في احسن حالتها. يعني احنا كابتن ايهاب بيبقى حريص جدا في اي ماتش يلعب ال 12 لعيبه عشان نبقى كلنا خارجين لاعبين كويس ومؤدين بطريقه كويسه. فلا هو كابتن ايهاب قبل ما يفكر في ان هو يكسب ويفكر في المكسب بيفكر في كل لعيبه فينا. حاسه ان هي بتتكلم وهي قلقانه خلي بالك. لا 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 مشكله صح؟ لا بوبي خالص ماشي اللي في قلبها على لسانها. طيب كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي توعي ايه في المرحله الجايه؟ جمهور عظيم طبعا يعني اكيد الصراحه. لولا وجود الجمهور في البطوله العربيه ما كناش عملنا حاجه بجد، ونفسنا بجد بجد ان الجمهور يرجع يعني. اعتقد اتحاد السله خلاص دخل 500 في ماتشات السوبر خلاص بالظبط، فان شاء الله ده دافع لينا كبير جدا، خصوصا ان ما فيش نادي تاني عنده الترس زينا. اكيد مفيش جمهور عظيم بالشكل ده كده كده الاولاد يمكن فيهم بس احنا كبنات مفيش غير الاهلي. فان شاء الله ده يبقى حافز كبير لينا جدا جدا جدا، وزي ما هم ورانا دايما ان شاء الله ان شاء الله الفرقه كلها بنوعدهم ان باذن الله باذن الله الكاس والدوري ان شاء الله في الاهلي السنه دي باذن الله. كابتن دينا، كابتن منار، ملك، هبه، نورتوني وشرفتوني والف مبروك على البطوله الجميله، وهنتابع معاكم في المرحله اللي جايه باذن الله، وهنتابع كمالك انت بالذات عشان جميله. خلينا نشوف بعد الفاصل المدير الفني الكابتن ايهاب الالفي، واخر فقره النهارده عندنا مع نجمات كره السله. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.